أكد قيادي بارز في الإطار التنسيقي أن سيناريو سحب الثقة من الحكومة ثم دفع رئيس الجمهورية الحالي لتكليف رئيس وزراء جديد والتصويت على الكابينة لا يمكن أن يمر، مبينا أنه غير دستوري. وقال القيادي أو قال قيادي إن الإطار سيذهب إلى المحكمة الاتحادية لسؤالها عن الترتيب الزمني لمراحل تشكيل الحكومة الجديدة وعن مدى شرعية أن يقوم رئيس الجمهورية أو أن يقوم رئيس جمهورية منتخب من برلمان سابق بتكليف رئيس حكومة لتمريره عبر تصويت برلمان جديد. وأضاف أنه لا يمكن أن يتم قلب السياق الزمني الدستوري الذي حدد أول مهام البرلمان بانتخاب رئيس الجمهورية والقفز على هذا الاستحقاق.